الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد الشريف النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.